انت كلجنه حكام جيت بعد المباراه ديت قاعد اسبوعين او 3 اسابيع كان معاه الصباحي حكم فار، فانت قعدت اسبوعين 3 اسابيع بعد المباراه والمشاكل اللي حصلت في مباراه سموحه والزمالك، ولعبت بعد كده مباراه في الدوري الممتاز بتقنيه الفي ار، وللاسف عينت مع الصباحي تاني، ومع ذلك الحمد لله الاثنين نجحوا في المباراه ورجعتهم تاني للدوري المصري الممتاز. اصبر عليهم بقى، ما ينفعش تاخد البنا تاني في مباراه بدون فار وتحطه تحت ضغط. طب خلينا بس نتوقف عند بدون فار، يعني لسه من شويه قبل حضرتك ما تدخل معانا ما اعرفش حضرتك سمعتني او لا، قلت لي لا ده هم اربع مباريات، يعني الفار يعني ايه التكلفه ايه؟ وبالتالي انت النهارده ما انتش مطالب ان الترسانه تعترض او سبورتنج تعترض او حرس الحدود او منتخب السويس في بعض الامور، يعني هل محمد التكلفه يا كابتن جهاد كانت هتبقى كبيره جدا لو انت عملت فار في المباراه زي دي؟ استاذ محمد لو 10 مباريات ده بطوله بتحدد فريق يصعد الدوري الممتاز، انت بتتكلم على خطا ممكن يؤثر على فريق، يعني على خطا ياثر على موسم كامل، ناس صرفت صرف كبير ومشوار طويل، فانت بتتكلم على خطا تحكيمي ممكن يؤثر ان فرقه تطلع بقى ممتاز وفرقه ما تطلعش، فلازم طبعا تاخد الماتشات دي تاخد اهميه الدوري الممتاز واكتر، وبالتالي كان الفار ضروره ملحه. اذا كنت انت عدلت في كاس مصر 32 السنه دي هتجيب الفار فيها، عشان السنه اللي فاتت كان ماتش الزمالك وبروكس وكان فيه مشكله كبيره وتعلمنا من خطانا، وانا عرفت ان الفار هيبقى موجود في دور 32 في كاس مصر. لو عملت ده يبقى انت صححت خطا. طب الاولى ماتش صعود دوري ممتاز بالمنظر ده كان لازم فيه الفار. من يتحمل المسؤوليه؟ انا عايز اقول برضو ان البنا اذا كان هو اخطا النهارده في لقطه ركله الجزاء فالخطا الاكبر من اللي عينه، انت ادرت الموضوع بصوره مش كويسه مع حكم كبير عندك لازم تحافظ عليه في وقت هو مش موفق. المفروض يا استاذ محمد يعني اخليه شويه واشوف اللي موفق عندي في ماتش كبير زي ده مع عدم وجود تصنيف الفي ار. يا كابتن جاد البنا حكم كبير له كل التقدير والاحترام، لكن مين يتحمل المسؤوليه النهارده؟ اللي عينه، لان الحكم البنا الفتره دي مش مهيئ يلعب مباريات مؤثره، وبالذات وعدم وجود تصنيف الفي ار في المباراه. ممكن انت كجريش رئيس لجنه حكام وانا كمحمد عباس حكم وانا شايف نفسي مش موافق وانت عينتني ممكن اعتذر ولا ما اقدرش اعتذر؟ ممكن طبعا. بس انا كحكم شفت، انا هو برضه بان البنا معذور، البنا لعب ماتش في الدوري الممتاز بعد ماتش الزمالك وسموحه ونجح، ماتش عمل ماتش كويس جدا واشدت بيه بالماتش، هو عايز يلعب الراجل، انا حكم عايز العب، بس انا اللي بيدير القصه اللي بيدير المنظومه كلام الحكام هو اللي لازم يحافظ على حكمه، حكم كبير وعايزينه في الدوري الممتاز، انت كده بتحاول تبعد يعني هو عايز يحط حكم دولي وخلاص يا كابتن جهاد ويقول انا جبت حكم دولي كتير. ما انت عندك دولين كتير. شوف الموفق دلوقتي في الفتره دي يا كابتن محمد هو اللي هو صاحب التعيين. طب كابتن جهاد بكل امانه انت عارف انا بثق في ارائك يعني لو انت مكان البنا تعمل ايه بامانه؟ لو مكان البنا في ماتش ده الكره معانا على اللعبه دي، اللعبه دي في الملعب. بص يا استاذ محمد اتفضل بمنتهى الامانه، انا لو ما شفتش ركله جزاء اهون بكتير من ناحيه حاجه مش موجوده. يعني انا ممكن ما اشوفش لمس اليد خلاص اوكي، بس ما حسبش حاجه مش موجوده، دي المشكله. انت حسبت ايه بعد ما تبقى ركله حره مباشره على الترسانه؟ حسبت الترسانه ركله جزاء، دي على فكره تبقى اصعب على الحكم جدا لما تحسب حاجه مش موجوده، لكن انت ما شفتش ركله جزاء مس بنالتي كيك مفيش مشكله، انت ما شفتهاش، لكن انت تحسب حاجه مش موجوده دي الاصعب، وده اللي سبب الانفعال الكبير للجهاز الفني ولاعيبه حرس الحدود النهارده. طبعا ده حقهم. انت لكن تخيل انت كام طرد النهارده تاخد في اللقطه دي في الاعتراض، هو الاعتراض طبعا مش مقبول ان انت تعترض، بس برضو اللقطه فجه فهو بيتكلم على رد فعل يا كابتن. ما يعني بالظبط هو وبيتكلم على 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 مستقبل فريق وعلى تعب موسم. طب سؤال برضو فني من ناحية تحكيمية، في حالة اعتراض الترسانة انت شايف ايه اللي ممكن يعني مباراة تعاد يحصل مشكلة؟ طب يعني هيجوا في المرتين اللي جايين اللي هي تعترض ليه ترسانة؟ الترسانة هي اللي استفادت، انا اسف الترسانة اللي استفادت يعني رغم الحرس قصدي يعني في مباراة اللي جاية في عندك الحرس وسبورتنج وعندك الترسانة ومنتخب السويس، حضرتك توصي بوجود الفار او يعني الامور تمشي ازاي؟ والله اتمنى يعني يبقى في، على فكره لو حصل الاربع فرق هيوافقوا، يعني لو حصل ان خدوا قرار بوجود الفار الاربع فرق هيوافقوا مليون المية، لان انت مش هتستحمل خطا زي كده تاني في الماتشات اللي جايه، انت بتتكلم على ماتشات نقطه لها ثمن، فمش هتستحمل خطا زي كده يتكرر تاني، هتبقى مشكله كبيره. فاتمنى ده يرجع اتحاد الكوره ويقول احنا نشتغل بالفار، حقك ومعاك الناس اللي بتلعب النهارده دي كلها مع الرخص، فكانت تلعب بالفار النهارده على فكره ايا كانت التكلفه مش قصتنا خالص، انت عايز تنجح موسم وعايز الفرقه الاحق هي اللي تصعد دوري ممتاز، فانت محتاج العداله في الملعب.
طيب كابتن جهاد، احنا اتكلمنا ولحضرتك تفتكر معانا في مداخله تليفونيه معايا في الريمونتادا، قلنا ان التحكيم المصري في كوت ديفوار 2024 كان على اعلى مستوى ونموذج مميز جدا، وتم تكريم الحكام المصريين مع بعض البطوله. كيف تقيم التحكيم المصري ما بعد كوت ديفوار 24 والمستوى الرائع اللي ظهروا بيه؟ التحكيم المصري السنه دي يا استاذ محمد من اضعف سنين التحكيم او موسم التحكيم على مدى 10 سنين فاتوا. محليا لسه حضرتك بقول لك التحكيم المصري المحليا بتكلم على الدوري المصري جدا، احنا خارجيا طول الوقت عليه ما بعد بطوله كوت ديفوار 24 محليا طول الوقت. يعني مش معاه احنا طول الوقت الحكام المصريين بره مكسرين الدنيا الحمد لله ده حقيقة. ومشرفيننا، لكن انا بتكلم على الدوري المصري او الشغل المحلي السنه دي من اسوء مواسم التحكيم في اخر 10 سنين فاتوا. السبب الاداره غير الجيده من لجنه الحكام في ملف التحكيم بالذات. طب ما هو ظل تمسك القائمين في اتحاد كره القدم مصر ولو كل تقدير والاحترام بفيريرا وكل الامور وموضوعه مع محمود عاشور وانه هدد الراجل ده كلام بقى انا اعرفه وقريب منه جدا انه كان بيهدد عاشور او كان عايز يرفع اسم عاشور من القائمه اللي راح اولمبياد باريس 24. حصل بص صح محمد حصل كلامك مظبوط. بص محمد في الاخر هو انا وجهه نظري ان هم شايفين ان هو خلاص فاضل شهرين وفي عقده والدنيا مكمل ومش حدش هيقدر يشيل الشيله دي بعده، فهو مكمل للاخر يعني زي ما تقول كده هو هيشيل شيلته، فخلاص احنا 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 مستمرين وبنتفرج وبنتابع وبنقول يا رب تعدى على خير، لان في الاخر الواضح الشكل العام ان شاء الله نكمل اخر موسم نتمنى يعني الدنيا تعدي على خير، لان الفتره اللي جايه وبالذات بعد ماتشين مصر في كاس العالم الدنيا كلها تركز في الدوري المصري، الدنيا هتعلى جدا جدا سواء في المنافسه على الدوري. خلي بالك كابتن جهاد انا لسه بتكلم برضو في البدايه قبل حضرتك ما تدخل قلت ان المباراه القادمه في الدوري العام المصري مباراه صعبه، فرقه تحت ممكن تاثر على فرقه فوق تاثر على نهايه الجدول او وسط الجدول، هتبقى الامور محتاجه حزم زي ما حضرتك قلت. وفعلا هيبقى بص استمرار بقى البطوله كمان، احنا مش مفيش توقف بعد كده، انت البطوله هتستمر يعني كل ثلاث ايام ماتشات، كل ثلاث ايام مشاكل، النهارده الزمالك بكره الاهلي بعده الاسماعيلي بعده المصري، الدنيا هتعلى قوي، فانت لو مش مستعد كويس كحكام وتحكيم الوضع هيبقى سيء جدا. خبرنا التحكيم الكبير المحترم جهاد جريشه بشكرك شكرا جزيلا.